يو السلام عليكم يوتيوب، كيف الحال؟ ايش الاخبار؟ واهلا فيكم في فيديو اليوم. فيديو اليوم راح يكون عن افضل 10 تمارين منزليه نقدر نسويها في البيت. كل اللي نحتاجه دمبل اثقال او اي وزن يكون متساوي في اليدين نقدر نسوي فيه هذه التمارين. حتكون 10 تمارين، تمرينين لعضله الصدر، تمرينين للظهر، تمرينين للاكتاف، واحد باي، واحد تراي، واخر شيء تمرينين للافخاد او الرجل. وحب اقول لكم خبر مره حلو، انه الاسبوع الجاي فيديو الجاي يوم الجمعه حيكون نتائج تحدي التنشيف، واخيرا الحمد لله وصلت مستوى حلو. اخذ شويه وقت ولكن النتائج راح تعجبكم باذن الله. والحاجه الحلوه الثانيه انه موقع انمار فيت راح يصير عليه تحديث، جميع البرامج راح تتغير، نظام الغذائي حيكون حاجه مره افضل. يعني الحمد لله كان كويس وحيصير افضل وافضل. ودائما اتذكروا انه الاشتراك عندي اشتراك مدى الحياه، يعني لو انت اشتركت مره واحده اي تحديث يصير كل فتره، ما راح تدفع مره واحدة الاشتراك، تمارين وتغذية. هذا الموقع anmarfit.com، ادخل عليه في برنامج تنشيف تضخيم او تمارين منزلية لو تتمرن في البيت. قبل ما نبدأ الفيديو، اذا ما انت مشترك اعمل سبسكرايب اشترك في القناة وخلونا نبدأ الفيديو. لما أقول لكم أفضل 10 تمارين مو معناته الباقي كله سيء، ولكن هذه العشرة هي الأفضل. ليش اخترت 10؟ عشان أبغطي العشرة وأشرحها بالتفصيل كيف تسووها وكل حاجة. أبو الفيديو ده يكون مفيد، تخرج منه عندك فائدة مرة كبيرة. هنبدأ أول حاجة بتمرينين لعضلة الصدر. التمرين الأول اسمه دمبل شيست بريس، يخلي الصدر كثافة تزيد، يطلعوا على برا أو يشدوا. التمرين الثاني حيكون تفتيح، يخلي الصدر أعرض، العرض يزيده. فهنبدأ بيهم. بسم الله، أول شيء حتمسك الوزن، تقفل لوح كتفك. ليش تقفل لوح كتفك؟ لو أنت ما قفلت لوح كتفك يدك حتكون لوز، فممكن لا سمح الله الوزن تقيل كتفك ينخلع. ثاني شيء لو كتفك ما قفلته حتستخدم كتفك في التمرين، إحنا بالصدر، فدائما ظهرك يكون مقفل. ناخذ الوزن، تنزل، بسم الله، ظهرك مقفل، تطلع على الأخير، النزول يكون بطيء. تزر الين هنا، تطلع ثاني، قاوم الجاذبية، تطلع. حنجرب نخلي كتفنا مفتوح، الكتف المفتوح حيكون كذا، حتحس اوكي صدرك شغال بس كتفك حيكون مو سلس، فقفل لوح كتفك، اطلع وانزل بشويش. التمرين الثاني حيكون تفتيح، يدك حتكون كذا، كوعك حيكون شوية على برا، خلونا نجربه. يدك فوق، حتنزل بشويش، وانت قاعد تنزل كوعك ينتهي، فيدك كذا تكون مستقيمة. تنتني شوية 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 الين ما تحس إطالة في عضلة الصدر، يكفي تنزل لهنا، بعدين الطلوع يكون سريع، تعصر الصدر، نزول بطيء بطيء بطيء، بعدين هوب طلوع مرة واحدة. آخر مرة نجرب، ننزل بشويش، طلوع سريع. ثاني تمرين حيكون تمرين الديد ليفت بالدمبل لأسفل الظهر. حتكون واقف، رجولك مستوية، حتنزل، ظهرك مستقيم، تنزل قد ما تقدر، بعدها تطلع في ذي الطريقة. الدمبل حيكون على الجنب وانت بتنزل حيكون قدامك، تنزل 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 وتطلع. تمرين جدا بسيط، اهم شيء التركيز، ما يهم الوزن قد ما يهم التركيز. ثاني عضلة حتكون عضلة الاكتاف، عضلة مرة احبها يا جماعة. تمرينين بسيطين، التمرين الاول دمبل بريس حيركز على الكتف الجانبي والامامي مع بعض تقريبا 50% 50%، والتمرين الثاني حيكون اكثر للعضلة الجانبية من الكتف. العضلة الجانبية دائما تخلي كتفك عريض، العضلة الأمامية اللي يشوفك من قدام يقول والله ده كتفه قوي. خلونا نشوفها مع بعض. التمرين ده الدمبل بريس تلعب وانت جالس او انت واقف، طبعا الوزن يلعب دور كبير في تحديد هتلعب واقف او جالس. لو لعبت واقف حتشغل بطنك اكثر، فحيكون تمرين اثليتيك اكثر. ترفع الوزن، تقفل لوحة الكتف، حتبدا من هنا حيكون عند كتفك، تطلع على الاخير، نزول يكون بطيء، تطلع نزول بطيء. طبعا كوعك يكون قدام، ما ينفع كوعك يكون ورا، لا كوعك قدام عشان السلام. بريس، تنزل بشويش، بريس، نزول بطيء. حاول كل ما نزول يكون ابطا، كده قاعد تفعل الياف عضليه اكثر في الكتف. الوزن ما يهم، ممكن تلعب ب 50 كيلو بس ما بتستفيد. طلع نزول بشويش بس بكل بساطه. والتمرين الثاني رفرفه جانبيه للكتف الجانبي، احب الوزن يكون هنا بالضبط عند رجولي، اطلع وانزل، اطلع لين هنا بس اطلع 90 درجه، انزل طلوع نزول. طبعا يدك ما تكون مستقيمه زي كذا، ما ينفع تطلع كذا، لا في انحناء بسيط، يكون الوزن قدام، حينزل هنا، تطلع
والعضلة الثالثة حتكون عضلة الظهر، راح نقسمها قسمين، اللات اللي هي هذه العضلة وأسفل الظهر، بما أنهم تمرينين حنقسمها بس عضلتين. أول تمرين دمبل رو، تقدر تلعبه فردي يد يد، تقدر تلعب اليدين مع بعض. إحنا راح نلعبه يد يد، هنأخذ الوزن تحط يدك على كرسي على بنش على كنبة، ظهرك يكون مستقيم، هتنزل لين هنا تطلع تقرص العضلة، نزول يكون بطيء، تنزل وتطلع. طبعا دائما السحب ما يكون باليد، مو بيدك تسحب، تسحب بكوعك، فانت بس ماسك الوزن، يدك بس موجود عشان تمسك الوزن، تنزل السحب بالكوع، لانه الكوع هو اللي فاعل الظهر، لو سحب بيدك حتسحب بالباي، وهذا الشيء احنا ما نبغاه. رابع عضلة حتكون عضلة الارجل، اول تمرين سكوات، تقدر تلعبه بوزن بدون وزن، حوريكم الاير سكوات اللي هي بدون وزن، وبعدها لو حتلعب بوزن كيف تلعبه. اول شيء رجولك حتكون ابعد من اكتافك بشويه، يعني كذا انا واقف بمحادثة اكتافي، لو انا ضغط شويه ابعد، اصابع القدم حتكون شويه على برا طالعه، يدك مستقيمه ضغط مستقيم، وانت جالس تنزل ركبك بتطلع على برا، اوكي بتطلع تطلع تطلع، انزل بس 90 درجه طلوع سريع، شويش ركبي على برا 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 طلوع سريع. اذا حابب تزود التمرين وتزيد الصعوبه ممكن تمسك دمبلز ترفعها وتحطها بهذه الطريقه، كوعك مو برا كوعك على جوا، ننزل ننزل بطيء 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 تطلع. والتمرين الثاني تمرين الطعن او اللاندز، من اقوى تمارين الارجل، انا احب العبه في المكان، اسمه ان بليس لاندز، برجل واحده، رجل قدام رجل ورا، ظهري مستقيم، انزل قبل ما المس الارض او المسها لمسه خفيفه واطلع، انزل 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 واطلع. طبعا في برضه في شيء اسمه سبليت لانجز، اللي هو مثلا تنزل وتطلع، في تمرين اللي هو تاخذ لانجز وتبدل رجول الترنيتنج، كلها تمارين لانجز. في برضه ممكن تمسك اوزان وتقعد تمشي وانت بتسوي، كلها نفس المفعول. انا احب اكثر شيء بالنسبه لي كتركيز على العضله اللي هو ان بليس لانجز، ممكن امسك وزن انزل اطلع، نزول دائما يكون بطيء، احاول ابطئ الحركه، يعني ممكن انزل على 4 ثواني، 1 2 3 4 واطلع بسرعه، 1 2 3 4 واطلع بسرعه. بعدها نجي لعضله البايسبس، التمرين هو الالترنيتنج يعني تبادل، ولكن في حاجه اسمها تويست حسويها حتزود الضغط على الباي، كوعي هنا حطلع حطلع حطلع، بس اروح على الاخير احاول اخلي الدمبل الفه اكثر، فبدي الطريقه انا قاعد اعصر العضله، احب العب كل يد لحالها، انزل بشويش ثاني، حاول ركز في الباي، زول بطيء بما انه تمرين واحد فده حيكون المفضل عندي. ومعلومة حلوة برضه، لوح كتفك قفله، يعني لا تلعب زي كده، لا قفل لوح الكتف عشان تستخدم بس الباي في الحركة، لو ما قفلت لوح كتفك حتستخدم السواعد والكتف، لا قفل لوح كتفك واطلع شويش النزول. والتمرين الأخير حيكون لعضلة الزنود أو الترايسبس، تقدر تسويه بوزن جسمك، حتى لو ما عندك اثقال تقدر تسويه، سواء حابب تشد المنطقه او تكبرها او تقويها، اسمه تشير ديب، على كرسي او كنبه او بنش، رجولك حتكون زي 90 درجه، تنزل بشويش، حاول تسوي ستريتش كامل واطلع سوي سكويز، نزول 1 2 3 4 طلوع، 1 2 3 4 طلوع، تبي تصعب التمرين اكثر ممكن تفرض رجولك فحيصير اصعب، تنزل 1 2 3 مع الطلوع، تحس العضلة قاعدة تولع، هذا من أحلى التمارين سواء في البيت أو في النادي. من أكثر الأسئلة اللي دائما تجيني إيش أفضل نوع بروتين؟ ناس جربت أنواع بروتين كثير بس كان ثقيل، ما يقدروا يشربوه بيجيب مغص أو آلام في البطن، شركة ماي بروتين سووا منتج جديد اسمه كلير واي أيزوليت، كأنك قاعد تشرب عصير أو بي سي أي ولكنه بروتين، في 20 جرام بروتين، صفر دهون، صفر كربوهيدرات، ومرة خفيف ولذيذ، جربوه واعطوني رأيكم، والنكهات كثير، في ليمون ومانجا، ما هي نكهات فانيلا ولا شوكولاتة زي البروتينات العادية، ولا تنسوا استخدموا كود الخصم انمارفت عشان تقدر تحصل على خصم لما تشتروا. وبكذا يكون انتهى فيديو اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم، اذا عجبك الفيديو سوي لايك وانشر الفيديو للجميع لاصحابك، خلي جميع الناس تستفيد، كان معكم انمار، اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، نتائج تحدي التنشيف، سلام.